السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، في احسن الاحوال وفي صحه جيده ان شاء الله. معكم حسناء من قناه حسناء الشافعي. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، وصفه جديده. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم كرواسون بواحد الطريقه اللي هي سهله، وكتجي مرقه وهشيشه وكتذوب في الفم. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، وما غاديش نطول عليكم، نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. وغادي نبداو بسم الله على بركه الله في الوصفه نتاعنا ديال اليوم. غادي نعطيكم المقادير مع طريقه التحضير في نفس الوقت. كناخذوا اناء كنوضعوا فيه كاس دافي تاع الماء وكاس ديال الحليب دافي. طبعا دائما القياس كاس اللي كنعبروا به قياس كاس ديال العنبه. وغادي نضيفوا عليهم واحد سكر فاني، ثم غادي نضيفوا عليهم ثلاثه المعالق كبار ديال السكر سنيده، ما يعادل 60 غرام. هنا السكر على حسب الذوق، ممكن تزيدوا ممكن تنقصوا. وغادي نضيفوا عليهم معلقه ونص ديال الخميره، ما يعادل 20 غرام. بالنسبه للخميره هنا عاده كنديروا غير معلقه، فبالنسبه دابا الجو بارد كنزيدوا في الكميه ديال الخميره. وغادي نخلط المكونات مع بعضياتها حتى كتذوب الخميره، ونغطيوهم ونخليهم يتفاعلوا شويه مع بعضياتهم. من بعد غادي ندوزوا باش نضيفوا باقي المكونات. من بعد ما خليتهم تفاعلوا 5 ديال الدقائق، غادي نضيف عليهم نص كاس ديال الزيت، ما يعادل 60 غرام. غادي نخلط جميع المكونات مع بعضها، وغادي نضيف عليهم كذلك 600 غرام ديال الدقيق الابيض. فهنا بالنسبه للدقيق غادي نعبر معكم مباشره بالكاس ديال العنبه، باش هكا تشوفوا معايا بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الميزان. اذا غادي ناخذ الكاس الاول، نضيفوا عليه كاس الثاني والثالث والكاس الرابع والكاس الخامس، ثم بالنسبه للكاس السادس غادي نخليه جانبا حتى نجمع العجين. غادي نضيف معلقه صغيره ديال الملحه، ماشي قبيصه، معلقه صغيره ما عامراش، اللي هي 8 غرام. فانا هنا الخليط خدا ليا بالضبط 6 الكؤوس ديال الدقيق الابيض، ما يعادل 600 غرام. من طبيعه الحال غادي يبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي عندكم، واش كيتشرب اولا لا. كما كتعرفوا النوعيه ديال الدقيق كتختلف. صافي غادي نبدا نجمع العجين ديالي. كنحاول هنا نلم العجينه بهذا الشكل هذا. من بعد ملي كتجمع لينا المكونات كما كتشوفوا، ما خاصهاش تجي مطلوقه اكثر من القياس، وفي نفس الوقت ما خاصهاش يعني تجي قاصحه، يعني ما تكونش كتلاصق في اليدين نهائيا. غادي ندلك العجين ديالي مزيان مزيان. ممكن هنايا تستعملوا العجانه الا بغيتوا، انا غادي نعجن معكم غير باليدين ديالي. صراحه كنحس بالعجينه كتدلك اكثر. العجين ديال الكرواسون خاصها تدلك مزيان، ضروري جدا. صافي غادي نجمعها كما كتشوفوا حتى كنحصلوا على هذا الشكل هذا، كتولي الوجه ديالها ملس ورطب. ومن بعد غادي نرجعوها للاناء ونغطيوها ونخليوها ترتاح مده 15 دقيقه. من بعد ما ارتاحت لينا، هذا هو الشكل ديال العجين ديالنا. من بعد ما كتختمر كنخرج من هذاك الهواء اللي كيتكون فيها، وغادي نرش سطح العمل بالدقيق، وغادي نبدا نحاول نبسط العجين ديالي بكل سهوله. كنبدا نشكلو على شكل مستطيل كما كتشوفوا، العجينه راها رطبه وكتطلق بكل سهوله. الا شفتوها بدات كتلصق لكم هكا، رشوا واحد شويه ديال الدقيق او النشا. وهنا عندي 250 غرام ديال الزبده اللي خاصه بالتوراق، كنحكها هكذا فوق العجين ديالي بالحكاكه. ضروري خاص الزبده تكون بارده، انا هنايا درتها في الكونجيلاتور واحد 15 دقيقه، باش هكا من كونو كنحكو فيها ما تعجنش لينا وما تلصقش لينا في الحكاكه. كما كتشوفوا معايا خليت واحد الطرف ما درتش فيه الزبده. كنقسم العجينه ديالي غير بيني وبين راسي على ثلاثه، يعني ماشي بصح، غير بيني وبين عقلنا. صافي غادي نقاد ونعمر الجوانب اللي ما وصلتهمش الزبده، وغادي نهز الطرف اللي ما فيهش الزبده وغادي نحطو على الطرف الوسطاني، ثم الطرف الثالث غادي نضغط على الزبده لاننا غادي نهزوه ونحطوه من فوق منهم. وهنا كنرشوا سطح العمل بالدقيق، الا شفتوا العجينه هكا كتلصق لكم.
من بعد كندور العجينه ديالي بهذه الطريقه هذه باش كنطلقها بالطول صافي، وكنبدا نسرح فيها. من بعد ملي كنسرحها هنا كنطويها، كناخذ طرف ديال العجينه كنطويه كبير كما كتشوفوا، والطرف الثاني غادي نطويه صغير، يعني واحد كيكون كبير واحد كيكون صغير على هذا الشكل هذا. من بعد كنطويهم بجوج بهذا الشكل اللي كتشوفوا معايا، وبهذه الطريقه كنكونوا حصلنا على 4 ديال الطبقات ديال العجين. ثم كنرجعوا نطلقوها بنفس الطريقه ديال الاول، كنطلقها بشكل ديال الطول. كما كتشوفوا معايا هاد العجينه ما كتحسش انها ترتاح، يعني مباشره كنخدموا بها والنتيجه ديالها كتجي مزيانه ومضمونه. صافي هنا غادي نطويها، بالنسبه لهاد الطويه هذه غادي تكون سهله، غادي تكون تور سامبل، يعني كنطوي طويه وحده ومن بعد كنحط عليها نص العجينه الاخر وصافي هي العجينه ديالي واجده. كتشوفوا معايا كنرشوا سطح العمل بالدقيق، ثم غادي نبسط العجينه ديالي. هنا كنطلق العجينه وكنحاول نقادها باش كتعطيني شكل مستطيل، وباش غادي نبداو نقسموها ونشكلوا منها اللي بغينا. هنا ماشي ضروري نديروها كلها كرواسون، ممكن ديرو شنيك او بتي بان اللي يعجبكم. انا هنايا غادي ندير العجين ديالي كامله كرواسون كما غتشوفوا معايا. وهنا من بعد هنا كنسرحوا العجينه ديالنا، كنخليوها غليت شي شويه وكنبداو نطوي فيها هنايا غير باش كناخذ العبار بهذا الشكل هذا، يعني كل مره كنطوي وكنقسم الوسط باش كيجيني العبار مقاد. وهنا من بعد ما قطعت العجينه ديالي كامله على هذا الشكل مستطيلات كما كتشوفوا معايا، ثم كنعاود نقطعها هكذا من الوسط باش كتعطيني شكل مثلث بهذا الشكل هذا. كما قلت لكم نحاولوا نقادو العجين ديالنا بنفس الحجم، المهم راعينا ميزان. بالنسبه للسمك ديال العجينه ما ترقوش اكثر من القياس كما كتلاحظوا معايا، المثلث راه غليظ واحد شويه باش هكا التوراق كيبقى باين. لا بقيتو كطلقوا العجينه ديالكم حتى كترقاق غادي، يعني التوراق ما غاديش يجيكم هو هذاك. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه حتى غادي نكمل القطع ديالي كامله، عاد غادي ندوزو نكملوا باقي المراحل. هنا باش غادي نشكل الكرواسون ديالي كما كتشوفوا، كناخذ العجين كنبدا نجبد فيه غير بشويه. هنا حاولوا البنات ما تجبدوش اكثر من القياس، يعني ما نحسوش بالعجينه كتقاوم، غير بشويه على الجهد اللي كتمد فيه. من بعد كناخذ كل مثلث في التحت ديالو في القاعده كندير واحد الفتيحه على هذا الشكل هذا، وخديت هنا جوج قطع ديال الشوكولا اللي خاصه بالكرواسون كنوضعهم هكذا في التحت وكنبدا نلف عليهم العجين ديالي بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا، وغادي نضغط واحد شويه وغادي نوضعهم في صينيه اللي خاصه بالفرن. كما قلت لكم كناخذوا الشكلات كنوضعوه. بالنسبه هنايا البنات الشكلات ممكن تاخذوا اي نوع ديال الشوكولا، ممكن تاخذوا شكلات ديال الدهن او حبيبات او شكلات عادي، مهم اللي عندكم استعملوه. غادي نعاود معكم واحده اخرى، كناخذ العجينه كنجبدها واحد شويه وكنجي لتحت وكندير واحد الفليحه او الفتيحه وكنوضع الشكلات وكنبدا نلف عليهم العجين. هنا حاولوا ما تزيروش يديكم، يعني ما تزيروش العجينه باش ما ترتقش لكم كخواصون بعد ما كتختمر، يعني الطريقه عاديه جدا. كنستمر بهذا الشكل هذا حتى كنكمل القطع ديالي كاملين وكنكون وضعتهم في الصينيه ديال الفرن اللي كنكون فرشه ليها ورق ديال الطهي. وكنوضع القطع ديالي في هذا الشكل هذا، كنخليو شويه ديال الفرق بيناتهم لان العجينه ديالنا فيها الخميره ومي غادي ندخلوها الفران غادي يزيد الحجم ديالها، يعني كنخليو الفرق كما قلت لكم باش ما يتلاصقوش لينا في الطياب. صافي غادي نغطيهم ونخليهم حتى كيختمروا ويضاعف الحجم ديالهم. وهنا كناخذ صفر ديال البيضه كنوضع فيها كميه ديال الحليب، يعني الحليب هو اللي كيكون غالب، مهم ما تدهنوش كرواسون ديالكم بالصفر بوحدو لان كتكون واحد الطبقه من الفوق بحال القشره ما كتخليش التوراق يبان. هنا من بعد ما اختمرت ليا العجين ديالي كنبقى ندهنها من الفوق غير بشويه باش ما تفش، وكندخلها الفران اللي كيكون سخون والنار كتكون من الفوق ومن التحت، كنخليوهم حتى كيطيبوا وكيتذهب اللون ديالهم. وهنا غادي نحضر معكم كريمه تاع اللوز، عندي هنا بياض بيضه مع قبيصه ديال الملح، وغادي نحتاجو معاهم جوج معالق كبار ديال اللوز اللي كنكون طحناه بالقشور ديالو،
وجوج معالق كبار ديال السكر غلاسي وجوج معالق كبار ديال الزبده. كنضيف عليهم الروح ديال الزهر، ممكن تعوضوه بسكر فاني، غير هي الصراحه النكهه ديال الزهر كتجي زوينه بزاف بزاف مع هذه الكريمه. غادي نخلطهم بهذه الطريقه وغادي نخليهم جانبا. من بعد ما كيتذهب اللون ديالها كنخرجها من الفران وكناخذ الكريمه ديال اللوز اللي وجدت معكم، كنديرها هكا من الفوق غير بهذه الطريقه هذه، ومن بعد كندير عليها اللوز افيلي. وهذه المرحله البنات كتبقى اختياريه، يعني حتى كرواسون عاديه غير بالشكلات راها كتجي بنينه وكتجي مرقه. من بعد ما غادي نكملهم كاملين غادي نعاود نرجعهم بسرعه الفران وغادي نخليهم يتحمروا غير من الفوق حتى كيتحمر ليا اللوز افيلي. وهنا كنكون وصلنا الى نهايه الفيديو، وها هما كرواسون ديالنا واجدين. كما كتشوفوا المنظر ديالهم كيجي كيشهي، يا سلام، وكيجيو رائعين بزاف بزاف، وكيجيو خفاف ومرقين. وغادي نقسم معكم اكيد باش غادي تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل. الصراحه كتجي كتذوب في الفوم، كنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. ولا عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما تنساونيش كما العاده بلي لايكات ديالكم، وشاركوا في القناه وفعلوا الجرس باش دائما يبقى يوصلكم الجديد ديالي. وما تنساونيش من التعاليق ديالكم زوينه، وشكرا بزاف، خليت لكم راحه الله الى فيديو جديد ان شاء الله.